السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كيما نتوما؟ لاباس عليكم؟ كي جيتكم؟ هذا ديال الحلفة، خاصني غير الخرج حاشاك ولا بغا الاحمر نمشي نقلع القديم والشبرك، تعقلوا الوغشات؟ كنا نمشيو نحطبو ونديرو الخرج على البهايم ونمشيو نقلعو القديم ولا الشبرك باش يحلى القروضة، وماشيين دايرين الصاف لغنا رجال وعيالات ونتيمو الواد نعوم. كانت ايام زمان الحمارة والجبن والزبدة، مشات ايام زمان العدوات. الفراج تقولو تاني ابراهيم يطرطر بزاف بزاف اللي قالت لك العدو، راني شفت واحدة مسكينة تما غيدير، قالت لك عطينا الوصفة ديال كتف خروف العيد. والله خروف ديرها بجوج، لكن راني دايرها لكو تم، درتها لكو فاش كنت في الدنمارك. حنا كنقولو لها الدنمارك وانتم تقولوا لها الدنمارك. فاش كنت تما درتها لكم، درتها لكم تطليوها بالحنة وديروا عليها السانوج والفاسوخ وحصلة الفك، لكن ما كتقلبوش. الا بقينا حنا كل واحد نديروا له الوصفه ديالك ما غاديش نوصلوا، انتم ما توصلوش ما تستافدوش، او انا تاني كنبقى راجع مارشاريا، يعني ما عمرنا نوصل، فهمتي؟ او الحبل والطرفه والخيمه والداروكه، هزي ستار يا بنت مليون. مشات ايام زمان، هذا كيسحروا به وكيحلوا به السحر. انا كنجيبو، انا عندي واحد صاحبي قزار قاوري نجيب عليه كلش ديال الحلوف ديال الخرفان ديال اللوكر، كلشي نجيبها، العظم ديال الرجلين ديال الدرع كلشي عندي، كلشي نجيبها من ما دورت على العدو عنده، فهمتو؟ ليمن كيخدمو به القوة، ليسر كيسحروا به. لكن اللي عندها سحر التفريق والكراهيه والتمريض والخيوبيه يسحروا لك فهاد، حنا غادي نجيبوه بجوج، فهمتي؟ غادي نجيبوه بيه بجوج ونخدموه بجوج. اللي عندها سحر التفريق، سحر الكراهيه، سحر الخيوبيه، كلشي. راني كنت درتها لكم غير ما تقلبوش، هو واحد تاع الكتف، شتو؟ واحد هذا اليمين وهذا اليسر، شتو؟ كيتكتب بالسحر. بزاف انت راه غتقرق وتضل غتحفر، ما عرفتش راه جبت الكنوز ولا تموت على الطراب، شي مره دير عجنه وتبقى عليها برجليها تعفس عليه بالله. استوي جرافاندو كارينو نو بودي باسار. هذا واعر، فهمتو؟ كيجيبوه ويكتبوه، ولكن كيكون مخدوم تاني كنشدو دم العيد نهار العيد، لكن تاني كنشريه بلا عيد، تشري بلا عيد تاني كينو تخدمي بو، كيشريوها بلا عيد تاني كين شي مرة كيرميوها للكلاب. من يرميوها للكلاب يبقاو ياكلو فيه الكلاب ويبقى غير هدا، ويجيبوه ويديرو لك سحر الكلاب. شحال من واحد تلقاياه في الزنقة ينبح، أولا تلقاياه يطيح ويبقى ينبح. هداك داري له في اليسر، عطاوها للكلاب ومن كلاو فيه الكلاب وخلاو داك الريوق وكتبوه، فهمتي؟ يبقى ينبح بنادم بحال بحال الكلب حاشاك، شدها عيني ولا عندي ناس هنايا، فهمتي؟ ساحر اللي فات دير لكم التمريض وسحر العظام، فهمتي؟ السحر السفلي، وما يفهم لك لا طبيب ولا سحار ولا سحار، فهمتي؟ يكتبوه دم العين ودم المقدور، وتاني كيشدو دم داك الزرزمية داك الملحس تاني كيخدمو به ودم الفار، فهمتي؟ وتخلط كلشي هاد الشي ويخدمو به السحر الأسود، فيه جميع الأسحار عدة أسحار. لكن كنت درتها لكو قديمة، ولكن ما درت فيها شي حاجة لأن ما كتقلبوش، فهمتو؟ حنا غادي نجيبو هاد العظم، البنت اللي ما عمر دق بابها شي واحد، أولا الراجل تاني كاين اللي كيخطب مسكين ديما معكس عليه وحتى يعطيوه ويقلبو عليه، فهمتي؟ أولا ديما غيعرس ويطلق، غيعرس ويطلق، فهمتي؟ خادمين الله في العظم. نعرفك احد الاسحار نعرفك وتخدمو قدامي، فهمتي؟ المهم حنا نجيبو هاد العظم، غادي نجيبو الزعفران ولبنطك، غادي نرطبوه ويبات هذا يرضى. اما اللي عندها سحر التمريض والكراهيه والتفريق والرجوع المطلقه، ديره بجوج، ترطبه بجوج. غادي نديرو هادو لبنطك والزعفران، غادي نديرو واحد الفيديو ونديره ليله كامله يرضى، راني درتها لكم بالحنه ودرك غادي نديرها لكم
لان فيها حد نو بيدي باسار كارينيتو غرافاندو بورفا وتخليه يرطابو تما فهمتي والصباح تخرجيه وديريه في الشمشين نشفى اولا تنشفيه في السيشوار فهمتي مي تنشفيه في السيشوار غادي تجيبيهم هاد المره وغادي نطحنهم غادي تهرسيهم وتطحنيهم ما تقليه ولا في المرميطه ولا في حتى شي حاجه وكاين ثاني كينعاود لي شوي اللحم وين يشطل يحتفظ بهادو كارينيو نواسي في الرويدو بور فافور سالي اكيني الفيديو التقرقيب ديالها راه نو بيدي باسار نو بيدي ابلار فالي تشدوهم ثاني كين وتطحنوهم بجوج واللي عمر ثاني كين شي واحد دق الباب ديالها والله وصلوا حتى للباب ويرجع فهمتي واللي عندها العين متابعه وثاني كين العاشق والمس وجميع الاسعار فهمتو هذاك عيال ثاني كين الارمله مسكينه اللي من عمات الزوج ديالها ما عمر دق عليها الباب فهمتو هادي وفيها رجال وعيال ثاني كين الدراري ديالنا اللي ما كيقراو لا والو كيكتبوا له في العظم فهمتي كيكتبوا له في العظم كيكتبوا له هذا والله في العظم ديال الخروف ديال اليسار فهمتي لكن حنا هادو كيحلوا لنا السحر كيسحروا بهم وكيحلوا غادي نبيدوهم في الزعفران ولبن الدقر صباح نخرجوهم ونديروه ينشفوا مين ينشفوا حنايا غادي نجيبو ونهرسوهم نطحنوهم مزيان من غادي نطحنوهم مزيان حنا غادي نخلطوهم مع هاد الاعشاب فهمتوا ثاني كل اللي بغات ديروه بالحنه ديروه بالحنه اللي ما عندهاش لبن الدقر والزعفران غادي تجيب الحنه وترطب الحنه وتطليها بالحنه فهمتوا تخليهوش كاع يباتو ترطبوه بالحنه وتخليه يبسو تخليه يبسو وديرها في الوصفه فهمتو اللي ما عندهاش لوبان تاكر والزعفران الزعفران ديرو غير العادي ما ديروش الحر فهمتو ما ديروش الحر غير العادي فهمتي حنا غادي نجيبوهم ونطحنو تعرسيهم بالمطيرقه ودوزيهم في الماكينه فهمتي كاين دوزوه في الماكينه هاد راه كاينين راه رخاص كاين تاع 30 اورو 30 100 400 50 100 وتشريو غير اللي على حسابكم هاد يطحنوا لكم حتى تزاج ترسيه بالمطيرقة عاد طحنيه أما راني قلتها لكم اللي عندها التمريض والكراهية والتفريق راه زعما تشوف فيها هي ما تشوف فيها يديروه بجوج فهمتو يرطبو بالزعفران أو لا يطلعو بالحنة يزرعولو الحنة ويطلعو بالحنة فهمتو غادي نجيبوه حنايا كنطحنوهم ماشي غادي نطحنوه نرجعوه بحال الفرينة طحنوه بحال شي بقا يجيو شوية مهرسين فهمتو يجيبولنا بحال هاكا لان هذه تقدري تجهدي لها وتقدري تديها باش يجيو بحال هكا بحال لوبان داك يجيو هكا صغار فهمت حنايا غادي نجيبو العرعر نخلطوهم مع العرعر معلقه كبيره ديال العرعر معلقه كبيره ديال الخزانه معلقه كبيره ديال الفيش لا يربي هذا اليزين معلقه راني غادي نعوار معلقه كبيره ديال اليزين اكلي الجبل معلقه كبيره ديال الفيش معلقه كبيره ديال الشيء ومعلقة كبيرة ديال القعقل يعني حب الهيل هادو غادي نجيبو اللي عندها أوراق الحنة دير أوراق الحنة اللي عندها الفاسق الوسقي هو واحد هدا هو الأصلي حجر هدا كاين تكلو كيداوي لجن العشر الأصلي هو واحد والجاو تاني كنديرو واللي عندها حجرة الفك داك راه أنت ديرو غادي نخلطوهم معاهو حنايا ونبقاو نبخرو بيهم فهمتي نبخرو بيهم تاني كي اللي بغات ديرهم تاني كي تقدر تدوش بيهم هادو زوينين لا لولادك ولا لبناتك ولا المطلقة ولا اللي غادي أرملة ولا المسكينة اللي ما عمر خطبها شي واحد ولكن تاني كي مسكينة رجال وتاني كي اللي ما يقرا اللي باغي السفر اللي باغي كلشي تاني كي اللي عندو رجل العاشق المس حنا غادي نبخرو بيهم ونقسموه غادي نقسموه على سبع أيام كل سيمانة نديرو تفاسيخ عقل نقسموهم على سبع أيام كل نهار نديرو تفاسيخ كلشي نهزو منهم معلقه معلقه كبيره الا الفيجل تهزي معلقه صغيره الجو تهزي معلقه صغيره وكيسم تاع الفاسخ الوسقي تهزي معلقه صغيره اللي ما عندهاش الفاسخ الوسقي دير غشه فهمتو ثاني كي نزيدو عليه القرفه القرفه راه زوينه نهرسوها ونزيدو عليها القرفه نهرسوها هذا المد ديال القرفه ونهرسها فهمتو هادو ونخلطوه مع هذا ونديرو قسموه على سبع ايام كل سيمانه نهزو شويه ونديرو فهمتو مدابيكو اللي قا
قسمتها على 7 ايام، ديرها في واحد التوبيات شي صفات ما ديالها وديال باها ولا ديال ما، واللي ما عندهاش دير غير صفات ما ديالها، تنعس بها نهار ولا يومين وتقطعها وتبقى دير بها او اللاستيك ديالها. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا؟ قسمي على 7 وكل كموسات ديريها وتبيتي تحت راسك، وداك الصباح تنوي عليها اللي بغيتي، تكوني متغاديه وديك جوج ركعات تصليها، واش دابا الا نسيتها ديما نقولها، وتهزي هذيك الكموسه وتبخري. فهمتي؟ تبخري في اي نهار، جمعه ولا اثنين ولا السبت، وبزاف اللي تكون مسكينه عليها العسه، فهمتي؟ اللي كتكون عليها العسه، خوتها ولا العائله ديالها ما يبغوش البخور، كاين اللي ما مزوجين لا والو ما كيبغيش العائله ديالها البخور، دخلوا عندي بنات وولاد ما يخلوهوش يبخر، محرمين عليهم. فهمتي؟ فين ما لقيتي الغفله، يا في الليل يا في النهار يا في كيس مدة، في اي وقت البخور صالح. كنبغي نكون موت عليكم، وهذه هي الوصفه ديال الكتف ديال العيد. شتو هي عندي، غادي نقول لكم بعدا واش غادي يدير.